أعزائنا المشاهدين عبر فضائية نورسات وتلفزيون تيليلومير. والبداية مع العناوين. اتحاد الرهبنيات في الأردن يعقد لقاءه الأول في كلية تيرا سانتا. متحدثون في أمسية حاشدة في الفحص. المسيحيون العرب ملح الأرض. البطريركية اللاتينية تدعو المدارس المسيحية في رام الله للاتحاد بصلاة السبحة الوردية. وفيها أيضاً الكهنوت بين الرسالة والوظيفة في حلقة جديدة من برنامج صباحكم نور. أهلاً بكم. في إطار تعليمه المسيحي الأسبوعي، رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين القادمين من كل أرجاء العالم والناطقين باللغة العربية. وتحدث في مقابلته التي ألقاها في ساحة القديس بطرس بالفاتيكان عن الكآبة التي قد تقود الإنسان إلى التغيير وتوقظه إلى الانتباه من جديد. وأضاف قداسته قائلاً: إن الذين يريدون أن يعملوا الخير فالطريق أمامهم ضيق وشاق. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية الحاضرين هنا أن يعبروا لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير وشكرهم البنوي، ويرفقونها بصلواتهم الدائمة إلى الله من أجل قداستكم وخدمتكم كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانا باللغة اللاتينية، ثم سيمنح الأب الأقدس جميع الحاضرين البركة الرسولية ويشمل بها جميع أحبائكم، وخاصة الأطفال والمتزوجين حديثا والمسنين والمرضى والمتألمين بآلام شديدة، وسيبارك كذلك المسابح والأشياء التقوية التي يحملها معه كل واحد منكم. إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداسة البابا فرانسيس. تكلم قداسة البابا اليوم على مادة من مواد التمييز وهي الكآبة. قال: عرف القديس إغناطيوس دي لويولا الكآبة بأنها ظلام في النفس واضطراب داخلي ونزعة إلى الأمور الدنيا والأرضية وقلق بسبب مختلف الانفعالات والتجارب. وتميل الكآبة بالنفس إلى عدم الثقة وعدم الرجاء والمحبة، ويجد الإنسان نفسه معها كسولاً وفاتراً وحزيناً وكأنه منفصل عن خالقه وربه. ومع ذلك ففي الكآبة شيء إيجابي. التغيير في الحياة المليئة بالرذائل يمكن أن يبدأ من حالة حزن وتأنيب ضمير، فالكآبة توقظ الانتباه من جديد أمام خطر محتمل أو خير مهمل. لهذا السبب هي ضرورية لحياتنا وتحمينا حتى لا نسيء إلى أنفسنا وإلى الآخرين. وقال قدسته: الذين يريدون أن يعملوا الخير قد يكون الحزن لهم عقبة بها يثبت المجرب عزيمتهم، لكن الإنجيل يذكرنا بأن الطريق نحو الخير ضيق وشاق ويتطلب نضالاً وانتصاراً على الذات. لذلك من المهم للذين يريدون أن يخدموا الرب يسوع ألا يسمحوا للحزن بأن يسيطر عليهم، وعليهم أن يتبعوا قول الحكيم: لا تغير شيئاً وأنت في حالة كآبة. الوقت الذي يمر وليس مزاجك في لحظة الحزن هو الذي يبين لك هل خيارك صواب أم خطأ. إن عرفنا أن نعبر الوحدة والكآبة بانفتاح ووعي، يمكننا أن نخرج أقوى من الجانب الإنساني والروحي. في كنيسة القديس جورجوس في بلدة حمود بالكرك، ترأس سيادة المطران خريستوفوروس عطلة قداساً إلهياً، سلم خلاله قدس الأب ماركوس مرجي مهامه راعياً لكنيسة حمود.
وأوصى سيادته الكاهنة ماركوس بإتمام الخدم الليتورجية ورعاية أبناء الرعية هناك، خاصة في هذه الظروف التي يواجه خلالها المواطن صعوبات مالية ونفسية واجتماعية عديدة. عاون سيادته في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية في المنطقة. وقديش دورك مهم إنك تقدر أنت من خلال الليتورجية، من خلال الصلوات، من خلال القداس الإلهي، من خلال الأسرار الإلهية، إنك تنقل هاي النعم لشعب المسيح المؤمن. ما تهتم للعدد، العدد مش مهم عند المسيح. المسيح أجا وطلب الخروف الواحد الضال، يعني النفس الواحدة، والنفس ثمنها دم المسيح، ما في أغلى من النفس وحدة. عشان هيك ما في عدد قليل وكبير، في نفوس اللي المسيح افتداها بدمه الكريم على الصليب، ثمنها غالي لأنه المسيح افتداها بدمه على الصليب. ربنا يعطيك القوة، الحكمة، الصبر والمحبة والتضحية، حتى تقدر أنت وخريتك تخدموا هاي البلدة، ولكن في نفس الوقت أنت مع قدس أبونا الإرشمندريت صابا الرئيس الروحي للمحافظة تقدر انك تكون كمان معاون مع باقي اخوتك الكهنة الموجودين في المحافظة، حتى تكونوا يد واحدة، حتى تقدروا انكم تعملوا ما يمكن عمله من اجل خلاص نفوسكم، خلاص نفوس ابناء الرعية، وترسيخ مؤسساتنا الكنسية في المجتمع الكركي، الاهتمام فيها، الاهتمام في الشبيبة، الاهتمام في مدارس الأحد، الاهتمام في المدرسة، الاهتمام بسيدات الكنيسة، زيارة البيوت، مناولة الشيوخ والشيخات في بيوتهم، وكل الواجبات اللي الله تمنى عليها لمجد اسمه القدوس. كما ترأس المطران خريستوفوروس قداسا إلهيا في كنيسة الروح القدس بعجلون، سلم خلاله قدس الإرشمندريت سلوان حنونة مهامه رئيساً روحياً على محافظة عجلون. وفي عظة القداس طلب سيادته من الرئيس الروحي الجديد أن يهتم بالرعية مع الأباء الأجلاء والعمل كذلك على مزار النبي إيليا والمدارس والشبيبة وجميع اللجان. عاونه في الخدمة عدد من الأباء الكهنة والشمامسة بحضور أبناء الرعية في عجلون، وتشمل مسؤولية الإرشمندريت سلوان كنيسة عنجرة وخربة الوهادنة بالإضافة إلى كنيسة عجلون. بدي منك أبونا سلوانوس روح المحبة، روح الخدمة اللي بعرفها فيك كويس، يعني أنا بعرفك قديش في عندك طيبة عفوية، قديش في عندك تواضع، وقديش في عندك حب لخدمة الكنيسة. هذا أثبته في مواقع عديدة اللي اختبرتك فيها، بوجودك بجبل آثوس، وغاد كيف ندرت نفسك للرهبنة بجبل آثوس امتداداً لدير السيد العذراء ينبوع الحياة ومكوثك تقريباً سنة هناك، وصولاً ما قبل وبعد خدماتك الكبيرة اللي عملتها بالفحيص بالتحديد للشبيبة ومدارس الأحد، وحقيقة كنت الخادم الأمين بكل المهام اللي أوكلت إليك طول سنوات طويلة. كمان شفتك بقديش حبك للعمل اليدوي، يعني أنت بنفسك قمت بأعمال يدوية كثيرة من إصلاح الكنائس وترميمها، وعندك هاي المقدرة التقنية كونك مهندس، فبالتالي عندك هاي المقدرة كمهندس مع الموهبة اللي أعطاك إياها ربنا إنك بإيديك تعمل، وهذا الشيء بدل على تواضعك ومحبتك اللي بشوفها دائما. هيك بدي اياك تبقى. بدي تعرف في الكنيسة ما في عنا مراكز، في عنا فقط يسوع. عقد اتحاد الرهبانيات في الأردن لقاءه الأول لهذا العام بعنوان تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية، وذلك في كلية تيرا سانتا بعمان. وبعد أن رحبت رئيسة الاتحاد الأخت سارة غنيم بالمشاركات من الجمعيات الرهبانية الحاضرة، ألقى الأب رشيد مستريح محاضرة حول كيفية تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية،
داعيا إلى ضرورة تجديدا دائما في حياة الرهبنة لكي نستطيع أن نجسد كلمة الرب في واقعنا اليومي. ثم ألقت الدكتورة لانا حداد محاضرة حول المعوقات النفسية للعمل الإنساني الرعوي. تلاها الأب نويل بدر الذي قدم تعريفا بمؤلفاته التي جمع فيها عظاته خلال عمله الكهنوتي، واختتم اللقاء بالاحتفال بسر القداس الإلهي الذي ترأسه الأب السريح، والذي أكد في عظته على أهمية العيش مع السيد المسيح الحاضر بيننا في كل وقت. اليوم منعيش فرح اللقاء في تجمع الرهبانيات اللي هو مثل المعروف اتحاد الرهبانيات لمختلف المؤسسات الرهبانية النسائية في الأردن. هو اليوم الاجتماع الأول اللي بيتم في هالمكان في كلية تيرا سانتا في عمان تحت عنوان تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية وفي عالم اليوم. هي دعوة كانت لحتى نحن نكون فعلا علامة حضور بالدرجة الأولى كمكرسين ومكرسات لمحبة وحنان ورحمة الله تعالى اللي ظهرت في سر التجسد الإلهي، أن نكون هذا في جماعاتنا الرهبانية وفي عالمنا وفي كنيستنا المحلية. وهي دعوة أيضا كانت من أجل العودة إلى روح وتعاليم المؤسسين الأوائل اللي هن أوجدوا هذه الرهبانيات بفعل الروح القدس. يوم حلو، هو أكيد يوم نعمة أيضا لكل واحد منا. نتمنى التوفيق للجميع. إحنا بلشنا لقاءات اتحاد الرهبانيات في الأردن، اليوم أول لقاء مع قس الأب رشيد السريح اللي هو مرشد اتحاد الرهبانيات في الأردن تحت عنوان تجسيد الحياة الرهبانية في الكنيسة المحلية. قديش إحنا دورنا مهم في الكنيسة المحلية اللي عايشين فيها، بنعمل فيها مع الشبيبة مع الطائفة، نرجع للأصول، نرجع لجذورنا، لمؤسسينا الأساسونا، لحياة التواضع، حياة التخلي، نعيش هاي الحياة حقيقة في حياتنا. نحكي عن موضوع إيش بيعطل تحقيق أهدافنا في العمل الرعوي الكنسي، كيف مرات الأشياء النفسية بتأثر على العمل الروحي في الكنيسة، وصول الكنيسة للأشخاص وللرعية واهتمامهم في الرعية وفي احتياجاتها. ضمن الفعاليات الثقافية للواء الفحيص وماحص، أحيا منتدى الفحيص الثقافي أمسية جماهيرية حاشدة بعنوان العرب والمسيحيون عرب أولاً عرب دائماً. شارك في هذه الفعالية التي أقيمت في بيت الفحيص متحدثون من الأردن وفلسطين ولبنان بحضور حشد واسع من الشخصيات الدينية والرسمية وجمع كبير من المواطنين القادمين من مختلف مناطق المملكة. تفاصيل أوفى في سياق التقرير التالي. في أمسية وطنية حاشدة نظمها منتدى الفحيص الثقافي في بيت الفحيص بالتعاون مع وزارة الثقافة الأردنية بمشاركة نخبة متميزة من الأردن وفلسطين ولبنان وبحضور جماهيري حاشد، أكد المتحدثون في هذه الندوة التي أقيمت في بيت الفحيص أن المسيحيين هم عرب قبل كل شيء، لغة وثقافة وفكرا وحضارة، وهم ليسوا بحاجة إلى إثبات ذلك، إذ أن ماضيهم وحاضرهم يشهد على ذلك، ويؤكد أنهم أبناء هذه الأرض العربية وهم نورها وملحها، وأن تضاؤل وجودهم هو خسارة فادحة لبلدانهم العربية ولحضارتهم العربية التي ساهموا مع إخوتهم المسلمين في بنائها. لذلك ليس غريبا أن تستهدف المسيحية الأصيلة في المشرق العربي، لأنها مكون أساسي من مكونات العروبة ورافعة حقيقية لها. وذكر المتحدث في الندوة الدكتور موفق محادين بأن العرب المسيحيين ليسوا فقط نور العالم الموضوع على جبل، بل هم الجبل عينه وهم ملح الأرض. المسيحية روح الشرق كله، لا رصاً مغلقاً في الأسفار والأناشيد، لا طائفة بين الطوائف، لا شريعة ولا جدلاً أعمى بين المسكونيات
والإسكندرية والرها وأنطاكيا والطبيعة والطبيعتين، رسالة قربانية وحسب الإبن المخلص فادياً وقربانا، والأم العظيمة للبشر والأرض، وسيرورة الواحد في المتحدد والحياة، في الروح المطلق كشفاً وتجلياً وشفاعةً معمدةً بدم القربان من زمان إلى زمان، من الطبيعة الأولى إلى الحضارة والتاريخ والروح الموضوعي في أرض الخطاة ومدينة الرب. وكان من بين المتحدثين سيادة المطران عطلة حنا القادم من الأرض المقدسة، حيث وصف المسيحيين بأنهم سدنة المقدسات الإسلامية والمسيحية وحراسها، وهم حجارتها الحية المجبولة بطينة بلادهم ومن صلبها، ولا يمكن أن يبقوا على الهامش في النضال الوطني، لذلك هم مستهدفون لأصالتهم وعراقتهم وعروبتهم، وأن الاستعمار قصد على تقسيم البلاد وتجزئتها وتفتيتها لإضعافها ونهب خيراتها وتحويلها إلى طوائف ومذاهب وحارات. لم نأتي إلى هذا المكان لكي نبرر أن المسيحيون هم عرب. اللي ما بعرف أن المسيحيين هم عرب نقول له هداك الله إلى الصراط المستقيم، لكي تدرك بأن المسيحيون ليسوا عربا فحسب، بل هم ضمير هذه الأمة وملح هذه الأرض. مشكلتنا أن هنالك بعضاً من أولئك الذين لم يقرأوا التاريخ جيداً، أو لربما قرأوا تاريخاً مزيفاً، عندما يستمعون أو عندما يسمعون شيئاً عن المسيحية يلتفتون إلى الغرب، وكأن المسيحية هي بضاعة أوتي بها إلينا من الغرب، كما نستورد اليوم وسائل التواصل الاجتماعي التي دمرتنا وستدمرنا أكثر إذا لم نكن متحلين بالوعي. وفي الندوة ذاتها التي حضرها عدد كبير من الشخصيات الرسمية والدينية وجموع غفيرة من المواطنين، أشار الأستاذ خالد رمضان إلى الأخوة الحقيقية التي تجمع أبناء العروبة من مسلمين ومسيحيين، وأن البوصلة واحدة وهي القدس. من أنا لأقول لكم أنكم أنتم ملح هذه الأرض؟ من أنا لأقول لكم أنكم أنتم نور العالم؟ فلا يمكن أن تخفى عروبتكم، وهي ليست موضوعة على جبل، بل أنتم الجبل وأنتم السراج وأنتم على المنارة توضعون. نوركم أنتم الذي يضيء قدام الناس، بأعمالكم أنتم، بوطنيتكم وعروبتكم وصدقكم أنتم. كنا وصمدنا وسنكون عربا أحرارا أمميين. وقد أجمع بقية المتحدثين في الندوة على أن المسيحية هي جزء أصيل من هذه البلاد وليست بضاعة مستوردة، وأن المسيحيين جزء من ماضي وحاضر المنطقة ومصدر تنوع ثقافي وفكري لحضارة العرب،
كما كانوا دوما في طليعة الحركات القومية وروادا أينما كانوا لقضايا العروبة والإحساس بالمضمون المشترك بأن الدين لله أولا وأن الوطن العربي لجميع أبنائه، ومن هنا يتعين على الجميع الدفاع عن التراث والهوية والوجود العربي المسيحي، لأنهم على الدوام دعاة للمحبة والتسامح والسلام. الحضور المسيحي في المشرق هو حضور له قيمة سياسية وقيمة اجتماعية وقيمة دينية، لذلك اليوم عندما نتحدث عن القدس ونتحدث عن التحديات التي تقع من الصهاينة على القدس، نتحدث أيضا عن الظلم الكبير الذي يقع على الشعب الفلسطيني. في المقابل أيضا هناك كثير من التحديات التي يواجهها الفلسطينيون في القدس، أولها الاحتلال وأيضا التشكيك فيهم وفي عروبتهم وأيضا بعمليات الإرهاب الفكري التي تمارس ضدهم. نحن نقول أن العرب مسيحيون وهم جزء من العروبة، والعروبة لها جناحان لا يمكن أن تطير إلا بالمسيحية والإسلام، هما جناحا العروبة. الحالة الأردنية حالة وطنية قومية بامتياز، وقد تكون مختلفة بحكم أنه حتى مصطلح العيش المشترك هو مصطلح أضعف بكثير مما أنه يصف الحالة التلاحم الوطني المسيحي والإسلامي على الأرض الأردنية. وبكل تأكيد احنا بنتحدث عن هذه العناوين بكل أسف في هذه الفترة، لأنه في ردة باتجاه الطعن في مفهوم جذور العربية وجذور القومية العربية والهوية العربية. بالأردن بتتجسد هذه الهوية بامتياز، وأيضا هي محمية كمان بنفس الوقت بحكم أنه الدولة الأردنية لا تسمح بخطاب التطرف وتحارب خطاب التطرف اللي هو بطعن بمفهوم هويتنا وانتمائنا الأصيل. أتت هذه الفعالية في تأكيد عروبة المسيحيين، عروبة المسيحيين في الأردن، يعني من واقع أنه لا يوجد عندنا أي تفرقة ما بين الأهل المسيحيين وغير المسيحيين، عندنا العيش المشترك، عندنا يعني عيش واحد، كما حال مثلا فحص وماحص، كما مثلا في قرى الكرك، في المسيحيين دائما يعني جزء من اللحمة الوطنية ومن الوحدة الوطنية كاملة. نحن عروبيون، نحن ننتمي إلى هذا الوطن، ننتمي للوطن العربي ككل، نستمد ثقافتنا من الثقافة العربية والتقاليد العربية وطيب الأصل العربي الذي تربينا عليه وتعلمنا وشربنا هذه الثقافة من أجدادنا وآبائنا. أنا صدقا لغاية الآن بالعمر اللي عشته أنا لغاية الآن بنسى بعض المرات إني أنا مسلم أو مسيحي صراحة، يعني أنا ما يعني لولا بعض المرات بتصير مناسبة إسلامية بروح بشارك بيها قرايبنا وإخواننا، أو مناسبة مسيحية أكليل وطلبة عرايس أو إيش، ما بعرف إني أنا مسلم ولا مسيحي، لأنه كلنا واحد. أنا مجاور لقرايبنا العبابيد الماحص وعشت أنا وياهم مدى العمر، عمري ما حسيت الفرق بيني وبينهم ولا حسينا الحكي اللي بيقولوا عنه التعايش، لأنه إحنا عايشين من بدء الخليقة. إذا اليوم بدهم يسوون لنا تعايش هذا شيء جديد علينا، لا إحنا عايشين باحترام وبكرة. أنا مبارح حضرت طلبتين عرايس لقرايبنا وأخواننا المسلمين، أنا لما بصير عندي أي حدث أول ما بيجوا بشاركوني هم فيه. وقت عز اختزل بها الحياة قائلا ابن الكرك الذي انتخب لاهبا عن دائرة القدس في منتصف الخمسينيات. قدم برنامج عين على المشرق الذي يقدمه الأب نبيل حداد على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وعلى فضائية نورسات، حلقة جديدة بعنوان كونوا رحماء، حيث استضاف البرنامج ناشطة أليسون أبو العظام التي ركزت في حديثها على ضرورة دعم فئة الأطفال من ذوي الإعاقات المتعددة والالتفات إلى أوضاعهم ومساعدتهم بكل النواحي المادية والنفسية والإنسانية،
والعمل كذلك على زرع البسمة في حياتهم من خلال المبادرات الخيرية الموجهة نحوهم. إلى الحوار. كونوا رحماء كما أن أباكم رحيم. في هذا البرنامج نستضيف شخصيات كريمة بارزة لها إنجاز في هذا المساء. يسعدني أن أستمع وإياكم إلى عظة من خلال المبادرات، من خلال العمل الإنساني، من خلال أفعال الرحمة التي نتعلم كثيرا منها في هذه الأمسية. أقول لكم متابعي عين على المشرق من أحبتي المسيحيين والمسلمين أننا كلما كنا رحماء كلما اقتربنا من الرحمن من الرحيم. كونوا رحماء كما أن أباكم السماوي هو رحيم. رحبوا معي بالناشطة السيدة أليسون أبو العظام. عمل الرحمة ما في إله لا نطاق ولا في إله حدود ولا في إله عمر. هو عبارة عن إحساس أو هو عبارة عن شيء بنبع من الداخل، والإنسان بيجي إحساس ليلي وربنا بحكيه وبحس إنه لازم يعمل هذا الشيء. من أنا وصغيرة بلشت في هاي الخطة بحدود معينة، كبرت الأيام وكبرت السنين والواحد يتجوز وصار عنده أولاد وصار عنده عيلة، صار يعرف شو معنى يعني العيلة وشو معنى الالتزامات اللي موجودة وشو يكون فيه وشو ما يكون فيه. مرقت هالسنين أنا صدقاً بحب الأطفال، يعني عندي هيك إحساس جميل للطفل. في فترة معينة اشتغلت بمدرسة وكنت أدرس كيجي 1 كيجي 2، كان من بناتهم في حالات توحد. أروح على البيت كنت أدرسهم إنجليش، يعني أنا ما أروح أضلي أنا عقلي وإحساسي مع هدول الأطفال. هدول كيف بدهم يكملوا؟ شو بدهم يعملوا؟ شو رح يصير معهم؟ الحمد لله درستهم ودخلوا مدارس، وهلأ هن دمجوا بمدارس وعلى مقاعد، وهن هلأ يعني فعلياً عم بينافسوا نفس الأعمار بمستواهم. مرأت تركت هذا الشغل وطلعت، فكرت كتير. دخلوني جماعة من إخواننا المسيحيين على جروبات اللي هي المبادرة المساعدة الإنسانية، تجمعات عدة شباب وصبايا صاروا يذكروا عدة حالات أطفال، طفل هذا بده مساعدة، هاي العيلة بدها مساعدة. حسيت إنه في تشتت، يعني مفروض البني آدم يركز على خط واحد، لأنه أنت كل ما ركزت على خط واحد رح تكون إنتاجيتك أحسن. التشعب يعني شوي بضيع الإنسان. من هذا المنطلق اجتنا حالة، أول حالة طفل، هذا الطفل إنه بيروح على مركز من المراكز وإنه هو بحاجة لمبلغ عشان العلاج الطبيعي. لفت نظري اسم العيلة والطفل وشو اللي صاير. هذا الطفل مجرد ما انولد عنده نقص أكسجين، قالوا له الأطباء بمستشفى المدينة الطبية هذا الطفل يعني للأسف ما في أمل منه، نقص أكسجين وما بتمشي أموره، ما في داعي يعني إنكم تتعبوا عليه. الأم ظلت تثابر وتتعب وتجتهد كأي أم، هذا يعني إحساس الأمومة، لو شو ما حكوا للأم لا الأم رح تظلها تتابع وعندها أمل، والأمل بربنا كبير عمره ما بيروح. احتاج الطفل، رحت على أحد الأسماء، عرفت وين الطفل بأي مركز. طبعا هو الطفل بمركز الأطفال المبتسمين لذوي الاحتياجات الخاصة، صاحبته دانا كرسوعة، هو هذا المركز اللي أغلب الأطفال يعني اللي إحنا عن طريقنا متواجدين ومتوفرين فيه. رحت شفت هذا الطفل، طفل يعني عقليا سليم، الطفل كان بحاجة لعملية تطويل وتر. هون ابتدت رحلتنا، عملنا هاي العملية خلال كورونا، ومجرد ما تنعمل هاي العملية طبعا بمستشفيات خاصة لأن مستشفيات الحكومة أصلا يعني دور طويل، انعملت عملتها وانتهت الأمور وكان الولد طيب، وبعد هيك صار بده علاج طبيعي. أي عملية من هاي الأنواع سواء كانت يعني بالساقين أو بالعمود الفقري لأطفال بيعانوا من شلل دماغي أو نقص أكسجين، هن بحاجة لبعدين علاج طبيعي وعلاج وظيفي. وهاي الفترة كثير طويلة ومكلفة جدا. طبعا الطفل استمر بالمركز، الطفل أموره كويسة، أخذ علاج طبيعي وعلاج وظيفي، والآن هو في أحد المدارس بكيجي 2
طفل سليم ومعافى واموره رائعه، برن علي وبيحكي لي شو اخذ وشو عمل وشو سوى وقديش هو بتواصل مبسوط. معك بتواصلوا معي وان شاء الله يعني مستمرين معه، احنا هدفنا الاستدامه. احتفلت كنيسه العذراء الناصريه للاتين في الصوفيه بعمان بمنح عدد من ابناء وبنات مدرسه راهبات الفرنسيسكان المناوله الاولى، وذلك خلال القداس الاحتفالي الذي ترأسه الأب حنا كلداني راعي الكنيسة بحضور أهالي المتناولين وحشد من أبناء الرعية. وفي عظته تحدث الأب كلداني للمتناولين المحتفلين عن أهمية هذا السر في حياتهم وتشجيعهم على الصلاة. أولادكم اليوم تناولوا؟ جميل جدا. هالورد الحلوة، هالشجرة الحلوة المغروسة في بيتكم أصلا، ظلكم إيش؟ شو تحطوا لها؟ ايش نحط لها؟ بدي اسمع ايش نحط لها، احكوا لي شو نحط لها، بس دراسه، بس اكل شرب والعاب، شو نحط لها كمان؟ نحط لها الانجيل، نحط لها المسبحه، نحط لها الصلاه، نحط لها الايمان، نعرف اولادنا على تاريخنا المسيحي وعلى كلمه الرب يسوع وعلى الانجيل. فالف الف مبروك لاولادنا وبناتنا ولاهاليهم جداتهم وجدودهم ولكل الضيوف والأقارب الجايين معهم، وإن شاء الله وإن شاء الله هالأولاد يكونوا فخر إلكم وبركة إلكم وتفتخروا أنه أنتوا ربيتوا جيل مسيحي. وفي ختام القداس تم توزيع الشهادات على المتناولين والاحتفال بهم مع أهليهم. وفي ذات السياق أقيم في كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في رام الله قداس احتفالي بمناسبة المناولة الأولى لأبناء وبنات الرعية. ترأس القداس الأب الأيكونوموس ممدوح أبو سعدة راعي الكنيسة بحضور جمع كبير من المؤمنين والمتناولين. المزيد في رسالة مندوبتنا في الأراضي المقدسة مارلين الحدوي. ربي جسدك مأكل حقا، ربي دمك مشرب حقا، طوبى لمن يرتوي منهما. احتفلت كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك في مدينة رام الله بالمناولة الاحتفالية الأولى بأجواء من الفرح والإيمان والخشوع. فترأس الأب الإيقونوموس ممدوح أبو سعدة راعي الكنيسة القداس الاحتفالية بمعاونة الشماس حنا أبو سعدة وسط حضور واسع ومميز من أهالي المدينة. ومن بين الحضور قدس الأرشمندريت الياس عواد راعي كنيسة تجلي الرب في مدينة رام الله ورئيس النادي الأرثوذكسي والوجهاء وجوقة الكنيسة التي أحيت القداس الاحتفالي بقيادة المرنم جاك رباح. أذكرني اذكرني يا قدوس، اذكرني يا إلهي. امتلأت أدراج الكنيسة بأهالي الأطفال طالبي المناولة الأولى وحشد من المؤمنين والمدعوين. وبعد دخول الموكب إلى الكنيسة ابتدأ القداس الاحتفالي بمباركة الطلاب وتكريس الخبز وإضاءة الشموع والطلبات والقراءات وتوزيع الإنجيل المقدس ومنح المناولة الأولى بكل خشوع وإيمان. وفي كلمة الإيقونوموس أبو سعدة حث الأطفال لمزيد من قراءة الإنجيل المقدس والتعمق به، فهذا اليوم هو يوم مميز لجميع من نالوا المناولة الأولى، كما وحث الأهل لتشجيع أطفالهم لعمل الخير والابتعاد عن الخطأ. اليوم نحتفل بالمناولة الاحتفالية الأولى إلى بنات وأبناء رعيتنا 27 طالب وطالبة تقدموا اليوم هم وأولياء أمورهم، وشرحنا لهم ما معنى المناولة الاحتفالية الأولى وكيف استعدوا وأن يكونوا مستعدين وأن يتقدموا أولاً إلى الاعتراف ويميزوا بين الخير والشر
لكيما يستحقوا أن يتناولوا جسد المسيح ودمه. وقد شرحنا أيضا ما معنى هذا السر وكيف يسوع المسيح قد وضعه في خميس الأسرار لكيما يفتدينا بجسده ودمه من الخطيئة. هل رفضتم الشيطان؟ نعم قد رفضنا الشيطان. هل توافقون المسيح؟ نعم نوافق المسيح. وهل تؤمنون به؟ نعم نؤمن به أنه ملك وإله. فاسجدوا له. نسجد للآب والابن والروح القدس ثالوثا متساويا في الجوهر وغير منقسم. وبعد إعطاء البركة النهائية أقيم حفل استقبال في قاعة الكنيسة لأطفال المناولة الأولى وذويهم وحشد كبير من المؤمنين وتبادل التهاني وأخذ الصور التذكارية. للنورسات مارلين الحدوة من كنيسة سيدة البشارة للروم الملكيين الكاثوليك مدينة رام الله. وفي رام الله أيضا واستجابة لدعوة المؤسسة البابوية لمساعدة الكنائس المحتاجة لصلاة المسبح الوردية مع الأطفال، دعت البطريركية اللاتينية جميع المدارس المسيحية في المدينة للاتحاد بصلاة المسبحة، وذلك في كنيسة سيدة البشارة للروم الكاثوليك بمشاركة أكثر من 200 طالب وطالبة من مختلف المدارس المسيحية في رام الله، حيث تم تعريف الطلبة بصلاة المسبحة الوردية وأسرار الفرح بالبشارة. وفي ختام النشاط رتل الطلاب ترتيلة لمريم العذراء، كما تمت مباركة الجميع وتقديم الشكر لكافة المدارس التي شاركت في هذه الصلاة من أجل الوحدة والسلام في العالم وفي بلادنا المقدسة. ضمن حلقات كنيستي يسرنا أن نخصص حلقتنا لهذا الأسبوع من كنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك الواقعة في جبل الحسين بعمان، حيث بنيت هذه الكنيسة عام 1949 بإسهام من أبناء الرعية وجهود أهل الخير، ولهذا كذلك دور رائد في خدمة أبناء الرعية. نورسات زارت الكنيسة وأعدت التقرير التالي. نصل اليوم ضمن سلسلة حلقات كنيستي لكنيسة مار الياس للروم الملكيين الكاثوليك في منطقة جبل الحسين قلب العاصمة عمان، لنتعرف وإياكم على تاريخها النير والبهي منذ تأسيسها وحتى يومنا هذا. يا كنيسة يا مجيدة أنت هي بيت الله، فيك نلتقي الإداد ونستمد منه الحياة. تأسست الكنيسة عام 1949 في عهد جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال، وببركة من مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف، على قطعة أرض تبرع بها السيد إلياس سيور وزوجته، لتصبح الكنيسة الرومية الكاثوليكية الأولى في المنطقة، حيث خدم على مذبحها في البداية قدس الأب المتنيح يوسف بيطار الذي أكمل أعمال التشطيبات النهائية فيها. شيدت الكنيسة على مساحة 200 متر حيث يبلغ طوله 20 متر بعرض 10 أمتار وبارتفاع 13 مترا. تعاقب على خدمتها العديد من الآباء الكهنة الأجلاء الذين وضحت بصماتهم في أعمال الأبرشية. الكنيسة هي كنيسة وبرافقها أيضا كلية رهبات الناصرة. كنيسة مار الياس كنيسة طبعا بمساعي مثلث الرحمات المطران ميخائيل عساف تقريبا سنة 1949 بلشت هناك جهود لإنشاء كنيسة تخدم سكان المنطقة
وبرافقها أيضا مركز تعليمي، صرح تعليمي هام وهو اسمه رهبات الناصرة. طبعا القصة بلشت من الويبدي، الويبدي كان مركز عندنا كمطرانية ومركز لمدرسة صغيرة أساسية. هالمدرسة كبرت وتطورت، فأدوا أنه ينقلوا هالمدرسة بجانب الكنيسة الموجودة بجبل الحسين. طبعا الكنيسة تبرع فيها السيد الياس السيور بجهوده، طبعا من أصل سوري، قام بشراء الأرض وتبرع ببناء هذه الكنيسة بمساعي أيضا بقربه من المطران عساف، وأوكلوا هالمهمة لكاهن في ذلك الفترة اسمه الأب يوسف بيطار اللي كمل مساعي هاي البناء والأسس المتينة. هلأ ميزة المكان هو مليء بمعظم العائلات المسيحية بتوافد إلها، وبقربها من المدرسة استطاعت إنه يكون في أيضا أشخاص أصدقاء من مسلمين ومسيحيين، وهذا الشيء شاهد بأحداث عيد الميلاد منشوف من طالباتنا المسيحيين والمسلمين بزينوا شجرة عيد الميلاد، لا بل كورال المدرسة مسلمين ومسيحيين، علامة العيش المشترك. وأيضا بأعياد حتى الفصح والميلاد كثير من جيراننا من إخوتنا المسلمين بيقدمونا مرات مساعدات أو عينية بخصوص المساهمة. بنيت الكنيسة على شكل صليب وتميزت بأيقونتها البهية التي دشنت في عيد النبي إيليا عام 2015 ببركة القائم بأعمال سفارة الفاتيكان المونسنيور روبرتو كونا، وبمساهمة أبناء الرعية المحسنين بجهود كاهن الرعية الأب مودي هنديلي، حيث تعددت الأيقونات لمراحل الآلام للسيد المسيح وللقديسين فأطفت جمالاً وروعة عند الدخول إليها. يفصل الهيكل عن صحن الكنيسة حائط الأيقونوستاس الذي أنشأه الأب ياسر عياش، الذي أصبح لاحقاً نائباً بطريركياً على كرسي فيلادلفيا وبعدها في أورشليم القدس. الكنيسة قديماً كانت عبارة عن حائط فقط، جدار تخلو من هاي الرسومات والأيقونات. طبعاً على عهد صاحب السيادة المطران ياسر العياش الكلية الوقار النائب البطريركي، قام أيضاً بمساهمته وبجهود أبناء الرعية بأنهم يقوموا ببناء هذا الإيقونوستاس اللي أنتوا شايفينه، وأيضاً بتبرع سخي من أبناء الرعية وجهوده بوضع هذه الأيقونات اللي تمثل حدث مهم بأحداث وعقيدتنا المسيحية في الفن التصويري المقدس. الكنيسة مرت بموضوع الأيقونات بثلاث مراحل. المرحلة الأولى قبل الإيقونوستاس كان هناك لوحات مرسومة باليد بنيويورك من عام 50 إلى عام 59، مقدمة من بعض أبناء الرعية، وكل لوحة موجود عليها اسم هالعائلة اللي قدمت هذا الشيء. فالمرحلة الأولى هي عبارة عن لوحات مرسومة باليد من فنانين معروفين. المرحلة الثانية هي الإيقونوستاس الموجود أمامنا، بتضم الرسل، بتضم مجموعة من الأيقونات، الصلب، القيامة، التجلي، البشارة، المعمودية، أحد الشعانين، طبعاً شغل لبنان ومرصوعين بالذهب، وكل أيقونة لها قيمة روحية وإيمانية. هلأ المرحلة الثالثة من الأيقونات حديثة، تم استحداثها بال2015 بمساعي من أبناء الرعية، وكان الهدف أنه نترك بهالكنيسة اللي بعراقتها وإرثها وأصالتها نترك نوع من الخشوع
نوع من التأمل. المؤمن يدخل على الكنيسة للصلاة للتأمل، وبالفعل استطعنا أنه بجهود أبناء الرعية ومساهمتهم نعمل أيقونات فوق الإيقونوستاس، أيقونة البشارة طبعا، الجزء على الشمال العلوي يخص السيد المسيح من الولادة ومعموديته وأحداث معجزات قام بها السيد المسيح، الجزء الشمال العلوي طبعا الأيقونات العلوية تخص السيد المسيح بالدرجة الأولى، تخص كل أحداث أسبوع الآلام من أحد الشعانين دخوله إلى أورشليم، من الصلب إلى القيامة. طبعا الجزء السفلي نحكي يمين شمال بضم مجموعة من قديسي الكنيسة الشرقية والغربية، رجال نساء أطفال، وزي ما منشوف بالسقف بالأعلى في أيقونة العنصرة والصعود، وإن شاء الله نطمح بالمستقبل أنه يتم تكميل هذه الأيقونات المقدسة بترتيب وتزبيط تكميل القبة، القبة اللي فيها ضابط الكل. فيك نعرف الوصايا ونعشق الصلاة، أنت هي ياف الكنوح ملجأ لكل الخطى. الكنيسة تقريبا مساحتها 200 متر، طولها 20 متر بعشرة متر، وهاي الكنيسة ميزتها إنه الأشخاص اللي بيرتدوا عليها وبيجوا بيصلوا هم روم أرثوذكس وروم كاثوليك وسريان وأرمن. تقارب المدرسة من الكنيسة عامل كتير مهم، والأجمل من هيك بأنه هالكنيسة شاهدة حية على توافد كثير من المؤمنين، وبحضارتها وبالآباء، كل الآباء اللي خدموا بهالكنيسة، أذكر أبونا ميشيل شقور، أذكر أبونا باسيليوس جنداري، أذكر سيادة المطران ياسر العياش، الأب خالد شعبان، الأب منعم بواب، وجهد كبير للأب يوسف البيطار، وأنا حالياً موجود. فنعمة كبيرة أن أخذ هذا الإرث من الآباء والأجداد بأن أتابع هذه المسيرة في هاي الكنيسة المليئة نعمة، وبشفاعة مار الياس النبي الأردني من تشبت من جلعاد، بأن نستمر بالخدمة وبالعطاء. سميت الكنيسة بمار الياس نسبة للياس سيور وزوجته أولكونت اللي تبرعوا بهذه الكنيسة بهذا المكان المقدس، ومنشوف في الخارج على جرسية الكنيسة فوق موجود تاريخ البناء ومحطوط برج سيور، موجود برج سيور. بتعاليمك المضيئة أنت سراج الطريق، وبأسرارك النفيس ضفنا يسوع الرقيق. رعية الحسين طبعاً عبر التاريخ مناطق الحسين وجبل عمان والويبدة بالهجرة السكانية وتوسع عمان، مش إنه فقدنا عدد من أبناء رعيتنا، ولكن صار التوجه الأكثر من المؤمنين لعمان الغربية، فعدد أولاد الرعية اليوم ضئيل تقريبا من 50 إلى 60 عيلة. ولكن الشيء الأجمل بأنه سكان المنطقة حوالين الكنيسة بيجوا بيصلوا بيشاركوا بقداديسنا الثلاثة يوم الأحد الساعة 7:30 صباحاً، والساعة 9 والساعة 6 المساء، وطبعاً أرثوذكس كاثوليك سريان أرمن من المهجرين العراقيين من المهجرين السوريين، فالكنيسة تفتح أبوابها لكل المؤمنين
اللي بيجوا بيصلوا، فعدد رعية محدد ما في عدد رعية. في ناس بيجونا بيصلوا من الفحيص، في ناس من دوار الثامن، الخامس، من جبل عمان، من طبربور، من كافة المناطق عم بيجوا بيصلوا، بربطوا تاريخ حضورهم بهالكنيسة، درسوا بالمدرسة أو تركوا أثر كتير إيجابي وحلو. ومنعرف أنه اليوم تحدي في رعاية عم بتذوب، في رعاية عم بتذوب، ومنشوف بعمان هالزحف باتجاه مناطق طريق المطار. فبالرغم من هيك نشكر الله على وجود هاي الكنيسة بصرحها وبروحانيتها وثباتها. تحوي الكنيسة من الداخل على ذخائر للقديسين وقطعة صغيرة من خشبة الصليب المحيي المكرم، كما تعمل لجان الرعية من أخوية أم النور وجوقة مشوار مع يسوع وشبيبة الكنيسة بجد واجتهاد على مدار العام في المناسبات الرسمية والأعياد الكنسية. طبعا الكنيسة تحوي على ذخيرة مهمة، هي ذخيرة الصليب الكريم المحيي المقدس، موجودة هاي الذخيرة ومحفوظة في هذه الكنيسة المباركة. وأيضا الكنيسة تحوي على ثياب الكهنة، ثياب الكهنوتية للكهنة اللي خدموا بهاي الكنيسة، فداخل الأقونوستاس في غرفة خاصة تحوي هاي الأواني المقدسة القديمة محفوظة، وأيضا ثياب الآباء الكهنة اللي خدموا على مر هالعصور بهذه الكنيسة المباركة. المرافق المحيطة بالكنيسة، في عنا كنيسة مبنية تقريبا على 8 دونمات، بجانب الكنيسة في مدرسة كلية رهبات الناصرة. وطبعا هذا أهم المرافق الموجودة، وتعتبر الكنيسة في قلب عمان، في قلب عمان، قريبة جدا أيضا على العبدلي أيضا اللي بيحوي على مجلس الشعب، مجلس النواب ومجلس الأمة، وقريبة أيضا بهذا المراكز روحية بقريبة من الكنيسة، مركز الآباء اليسوعيين، دير الرهبات الكومبونيات، دير مدرسة ديليسال الفرير، دير الرهبات الفرانسيسكانيات. فالمنطقة تشع بقداسة وبركة من أديرة ومن بيوت مراكز للرهبان والرهبات. الفعاليات الرعوية، عندنا مجلس رعوي يشهد له بنشاطه وغيرته، أيضا أخوية أم النور بوجودها وحضورها ومواكبتها لكل هالأحداث، وأيضا الشبيبة بغيرتها وسهرها. ففعاليات الكنيسة ترتبط بهمة ونشاط الكاهن، كل ما الكاهن كان نشيط وقريب من المؤمنين استطيع أنه يكمل بمسيرة الفعاليات والنشاطات والشبيبة. بك تجددت حياتنا. كسنديانا باسقة تعانق السماء بروحانيتها وهيبتها، فاحفظ يا رب بيتك وبيعتك من الآن وإلى دهر الدهور، آمين. في كل ضيق ملجئي، في كل ضيق. أصدرت وزارة التعليم العالي قراراً يقضي بتعيين المهندس عزام نعم شويحات رئيساً لمجلس أمناء الجامعة الأمريكية في مادبا. وبهذه المناسبة تتقدم فضائية نورسات ممثلة بالمديرة الإقليمية للقناة في الأراضي المقدسة الأردن وفلسطين الدكتورة باسمة السمعان وفريق العمل بأسماء آيات التهنئة والتبريك من عطوفة المهندس شويحات، متضرعة لله العلي القدير أن يوفقه في خدمة العلم والفضيلة في بناء الإنسان.
قدم برنامج صباحكم نور الذي تعده وتقدمه الدكتورة باسمة السمعان بمرافقة روحية من الأب جورج رايحة، حلقة جديدة ومتميزة بعنوان الكهنوت بين الرسالة والوظيفة. وقد أثر الحلقة الاتصالي مع الإرشمندريت نادر سووق كاهن رعية جبل عمان للروم الملكيين الكاثوليك، حيث قدمت له الدكتورة السمعان التهنئة بمناسبة الذكرى 30 لرسامته الكهنوتية. وكذلك اتصال آخر مع البرنامج من الدكتور جلال فخوري الذي ميز كيف يكون الكاهن في علاقة فردية مع الله ومع كافة أفراد المجتمع. فإلى هنا، كلمة وظيفة في إلها مفهوم، في إلها مفهوم، كلمة وظيفة إلها مفهوم سلبي، نعم، وإلها مفهوم، إلها مفهوم إيجابي. هلا مفهومها الإيجابي اللي قلنا إنه الله خصص، مش كل الدنيا كانوا 12 تلميذ، يعني هذول خصصهم وهم بلشوا، يعني في أساس انطلقوا منه. هاي الوظيفة بنحكي عنها، ولكن أن لا تتحول رسالة الكهنوت إلى وظيفة أنا بداوم من الثمانية للثنتين، بعد الثنتين ممنوع حدا يدق أطفي موبايلي وبسكر حالي، ممنوع حدا، أنا بداوم من هالقد لهالقد، أنا معاشي هالقد بأخذه بقدم خدمة هالقد، زي أي وظيفة بالدنيا. قد ما بأخذ معاش كل ما بيزيد معاشك بتزيد مهامك. إذا تحول الكهنوت من هذه الرسالة السامية، رسالة يسوع المسيح، إلى وظيفة بعتاش منها، زي ما حكت أختنا قبل قليل أنه الكاهن من حقه، ولكن أن لا يكون أحسن من الناس اللي عايش معهم. طبعا مثل ما تعرفوا أنه الكهنوت المسيحي منه مهنة، ليس مهنة ولا وظيفة، بل هو خدمة روحية، نعم، ورسالة مقدسة وتكريس مطلق لله تعالى. من هذا المنطلق انه في بعدين في حياة الكاهن، نعم. البعد الاول انه الكاهن المكرس لله يصبح ملكا للمسيح، اي لا يعود يمتلك نفسه بل يمتلكه الرب يسوع المسيح الكاهن الازلي، نعم. وبالتالي يصبح الكاهن مسيحا اخر، اي يصنع ما صنع السيد المسيح في حياته بأنه كان يزول في المدن والقرى يصنع خيرا، وكما ضحى السيد المسيح بذاته على الصليب لأجل خلاصنا، علي أنا ككاهن مكرس لله وعلى كل كاهن أن يضحي لأجل خلاص النفوس. نعم. أما البعد الثاني لحياة الكاهن، يمكننا أن نقول مثل ما بتعرفوا بأن الخدمة الكهنوتية، شو هدف الخدمة الكهنوتية؟ مجد الله وخلاص النفوس. إن الروحية التي تعطى للكاهن من الشعب، نعم، هي روحية التقدير والاحترام لما يحمل هذا الكاهن من روح داخلية، هي الروح القدس. نعم. لأنه أصلا هو لما بيرسم باسم الروح القدس، باسم المسيح، وبالتالي إنه هذه الخاصية على الشعب أن يحترمها، على الشعب أن يفهمها، أن يفهم ما معنى كاهن، نعم، ولماذا وظيفة الكاهن للشعب، وبالتالي على الشعب أن إذا كانوا بيروح للكنيسة فهو بيروح للكنيسة من ناحية، وبيروح للكاهن أيضا من ناحية أخرى. فلما بنتقل الكاهن أو لا سمح الله بيصير له شيء، المفروض أنه الشعب يفكر في هذه الروحية اللي كان يحملها الكاهن المعين. أنت ككاهن صاحب رسالة، وأيضا أعطيت لك هذه الرسالة من علو، يعني لما حلول الروح القدس وعطى هذا السلطان في أنه ما يحل في الأرض يحل في السماء، ما تغفروا على الأرض يغفر في السماء، وهذا الروح القدس الذي يعمل في داخلكم هذا بدنا نحن نحترمه كبشر، أنه أنت لك سلطة وسلطان، وهذا السلطان اللي أعطي لك من الأسقف ومن السماء أعطي لك، هذا بدك تحافظ عليه، بدك تحافظ على هذه الصورة التي أعطيت لك، لأنه خطأك مضاعف، لكن أنت بتعرف التوازن كيف تظهر أمام الناس من خلال رسالتك، وكيف تظهر أمام الناس من خلال وظيفتك. أنت ليس ملك نفسك، أنت ملك الشعب، أنت ملك الناس، فأنت بدك ترضي الناس،
بدك تخدم الناس، بدك تكون للناس. حتى لو أنت بتلاقي عملك سبب حجر عثرة أمام الناس، بدك تتخلى عن هذا العمل اللي بتقوم فيه على أساس أنه تكون أمام الناس بمنظور يقدروا ويحترموا السر ويحترموا الروح القدس فيك ككاهن. التخلي مش معناته أنه تخلي عن حرية أم التخلي عن شيء أنت متعلق فيه. التخلي معناته أنت متى أو في اللحظة التي رسمت بها كاهن أنت أصبحت ملكاً للشعب. هيك بيشوف الشعب الكاهن المتخلي عن ذاته، المتخلي عن نفسه من أجل رعيته، من أجل الناس المتألمة، مثل ما ربنا مثل يسوع المسيح بذل نفسه وذاته على الصليب ومات من أجل الناس. إلى هنا مشاهدينا وصلنا إلى نهاية نشرتنا، وقبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. اتحاد الرهبانيات في الأردن يعقد لقاءه الأول في كلية تيرا سانتا. متحدثون في أمسية حاشدة في الفحيص. المسيحيون العرب ملح الأرض. البطريركية اللاتينية تدعو المدارس المسيحية في رام الله للاتحاد بصلاة السبحة الوردية. للمزيد من التفاصيل زوروا موقعنا الإلكتروني www.nursajo.org. بهذا وصلنا أعزائنا إلى ختام نشرتنا، حتى نلقاكم، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.